السلام عليكم. اليوم بلعب لعبة The Evil Within، لعبة ما هي قديمة، لعبة تعتبر جديدة، وقلت خلينا اختبرها على كرت الشاشة 1070 Ti الجديد وعلى أعلى الإعدادات، ومنها أيضا نشوف اللعبة كيف اللعبة. فبلعب كم ساعة في البداية نستكشف اللعبة مع بعض، فخلينا نشوف. أنا بصراحة الجزء الأول استمتعت بالجزء الأول، كان الجزء الأول مرة رهيب. أتمنى أن الجزء الثاني يكون Aim Assist Enable، لابد. يعني أنا نوعا ما نوب الايم اسيست، اللي ما يعرف ايش هو الايم اسيست، يساعدك في التصويب. يعني لما تمر على العدو تلاقي السلاح كذا زي ما تقول ينجذب على نفس العدو، فاهمين كيف؟ مثل ما انتم عارفين مطور اللعبة اللي هو نفس اللي طور الالعاب ريزنت ايفل، اللي هو الاب الروحي لسلسله ريزنت ايفل. فبعد ما طلع من كابكوم راح لباثيستا وسوى لعبه ذا ايفل، واذا الجزء الاول كان مره رهيب استمتعت فيه، والجزء الثاني الحين بنشوفه. كنت متحمس عليه من زمان بس الوقت ما سمح لي اني العب على طول. اوكي، قاعد يدور على بنته الضايعه. اها، اجل كانت تلعب معايا. اوكي، واضح من القصه ان شكلها ميت من اول، قد يحلم فيها، ظاهر انه قد يحلم، معروف خلاص طفشنا من الافلام اللي زي كذا، عرفنا نهايتهم. اوكي، واضح انه حلم بتولع فيها. طيب تقول لي انقذني، كيف تبغاني انقذك وانت قاعد تولع فيها؟ كيف مرة ما تجي، مرة الفكرة غلط، الغلط الفكرة وجع. اوكي كان يحلم، شفت؟ اوكي في اثنين من حقون مان بلاك جالسين هناك، ما ادري ايش عندهم. اوكي، هذه ما هي من الجزء الاول، هذه والله جديدة شكلها. كأنها تشبه ايدا اللي من ريزنت ايفل، ما ادري اذا تشبه ايدا اكتبوا في الكومنتس انها تشبه ايدا. اصلي عليك والله قلب عليهم ثواني. ايوه يا الغداره، خلينا افهم انا بنفس القصه كذا. في قطه مياو مياو، عيونه احمر بعد، يا سلام. هذا المواصفات اللي انا ادور لها من زمان، بعدين عليها هرب. مياو، قطه السود، ترى علمك من اكثر القطط اللي هم هاديين كذا ومسالمين، ترى علمكم يعني، بالذات اللي عيونهم حمراء ترى مره مسالمين بزياده. في عصير تحت، هذه الظاهر الفلوس اللي يعطوك اياها، يعني هذه زي المرقه الخضراء تجمعها بعدين تروح تشتري فيها اشياء تطور نفسك. اعتقد نفس الجزء الاول. ايوه 700 شفت اعطاني. وصلنا لاول منطق، الحين فعليا اتوقع انه في اكشن بيصير، انا عندي احساس قوي انه بيصير اكشن دحين. بعدين طفوا اللمبات، يعني معناه ما في اكشن، بعدين يبيروا لك باب، يعني معناه اكشن، ان شاء الله انه يكون المكان الصحيح. ما في سلاح، اتوقع سلاح كذي، اول سلاح تشوفه كذي يرموا لك اياه قدامك كذي، يقول لك شوف هذا سلاح، فما يحتاج تدور، ما يحتاج تخش من الباب عشان تروح للغرفة الثانية. في حركات، بسم الله الرحمن الرحيم، ايش الوضع؟ والله ماني فاهم ولا شيء، يعني مصورين صورة على الصورة هذه، يعني ليش؟ ليش الصرف؟ ليش عندكم فلوس كثيرة؟ ليش تصور لي باب الشقة والغرفة؟ بعدين تخش تفك الباب، ايش قاعد يصير؟ الف من ورا بعدين اخش من الباب يديني مكان ثاني بعدين يتطفى الانوار. اوكي دحين بدا الرعب يصير، انا بصراحه ماني عارف، يعني بديت اضيع. انا ما احب اشغل الفلاش لانه يجذب الاعداء، احس انه زي كانك تكش على العدو، زي كانك تقول له ايه انا هنا. فخلينا نطفي اللمبه حرصا على سلامتنا. في واحد واقف على اليمين، في واحد انا شايف رجوله، انا شايف رجوله. واحد والله ينفض هيد شوت محترم، الله سلو موشن رهيب. يمديني اخش عليك؟ ما يمديني. الله، واضاءة واخراج واعادة. طيب انتبه، ياخذ مسدس 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 مسدس. ايش ما خفت؟ دخلت وسطه؟ دي استنى، دخلت وسط المكعب؟ ابغى مسدس بس انا ما ابغى اشوف راسي ينفجر. يقول لك التيم ليدر هذا اللي هو الجمجمة طلعت من راسه، والله يفكوا راس من ورا بطريقة احترافية بصراحة. خلينا نشوف، لو ننظر من الاسفل حتشوفوا انه فك راسه فكة محترمة. يا اخي كنت اتوقع انه يكون فنان كذي، يحط لي السلاح في جيبه، اشتغل مخك اشتغل. في واحد قفل الباب، والله قفل الباب، لا وقفل الباب اعطاني ضحك كذي. طبعا هذه ايش معناها؟ هذه ايش معناها؟ ليه ما في كاميرا؟ الا في كاميرا طالع، يعني انا طالع انت مدير ترو جيمنج.
والله شوية تخوف. كيف اللعبة عمران؟ آه حلوة 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 والله جيدة. أنا المشكلة أول ما خلصت الأول لازم أنا من دحين أقول لك عشان دوبي طلعت في القصة في البداية يديك أحداث من الأول. لأن أنا ما خلصت الأول ايه. فيك الخير. فنعم نفس الشيء لكل الناس اللي ما خلص الأول لازم يخلص الأول عشان يلعب الثاني لأن القصة مرة مرتبطة. ممكن نلاقي سلاح دحين؟ أوكي في واحد طلع. أوبا. هذا عنده طاقة خاصة. لا طيحته ليش؟ شيت هذا بيجيني. اوكي بروح يمين بروح كنت بروح يمين بروح اوخر عنه. والله انه جاي اجل هو اللي يقتل الناس كان هو اللي يسرعهم قاعد ظاهر ما في احد هنا يخوف المطعم. ابا هلا يا لا لسه دوبي اقول انه ما في شيء يخوف بس سكوا الباب. شفت كيف وراني ضعفي؟ اوكي انا سامع صوت غريب سامع صوت منشار. خلينا نروح نشوف المنشار هذا يمكن يعطينا اياه. في صوت تطابل الأقدم على الأرض. في صوت غريب قد يطلع. خلينا نطفي اللمبات عشان ايش. لا بشويش يا أهبل. راسع الباب يبغى يفضحني قدام الأعداء. في وسوسة قاعد يصير. الله الرعب حقه شكله أكثر من الجزء الأول. يعني يحطوا لك أشياء بسيطة كذا يرموا لك كذا جمجمة كذا. جمجمة تدحدر بس كذا تخاف منه. يقفل الباب كذا تخاف. فيدخلك عالم كذا يهيئ لك عالم مخيف. ربو اوكي يفضل اني امشي عكس يفضل شكله عنده سلاح تدري. البيت كله ذا ما يطمن على خير بصراحه ما يطمن. لمبه اشتغلت لمبتين ثلاثه لمبات اشتغلت خلاص. ايش هذا قاعد يقتل الناس يجمعهم في منطقه واحده ولا ايش نظامه؟ هذه شات واحد يطلع منه ورد. فنان جدا. ما يمدينا نفك الباب. استنى كأنه في واحد فك الباب. اسمع صوت انا. شوف وانت كمان انا زين مخفى خش المصعد. واحد فك لك المصعد تخش. اوكي دي ايش اللي يوقف؟ اوكي ميتين ما يتحرك مستحيل يتحرك ميتين شايف؟ ما في شيء. واو قفل الجدار اللي ورايا. ازعل منك ايش الاشياء تتغير ذي؟ معلش تدري ما بعلق على الضحايا ميتين يا شيخ ما ينفع اني اعشهم. اللعبة ذي فيها شيء من اللذعة النفسية ما ادري ايش اسميها. دحين وداني غرفة ثانية. يا الله قاعد يلعب في لعب مو بصاحي. يمدينا اشوف نفسي واقعية. يمديك تشوف نفسك في المراية واقعية. صورتي والله فعليا وات ذا هيل ايش معناها بس. يا ابوي ايش اللعبه ذي كل شيء واحد يطلع لي اما لا من جد ذا بقات دقيقه استنى ايش وضع ذا. الحل الوحيد النحشه. اي والله النحشه يا اخوي. ان شاء الله ما تلحق لي. استنى في شيء شغال اللمبه. خير شغال اللمبه. انا عارف انك قاعد تيجي بس ما في حيل اطل. مدينا اطل ما يمديك تطل. روح بس روح. ايش اوكي وصلنا لاخر باب. الظاهر انه هذا خلاص هذا خلاص. اقول لا تنزع الباب يمشي بسرعه. ما لي الا اطلع من المكيف.
بسرعة. عنده ثلاثة رؤوس ويده منشار ويده الثاني ما أشوف بصراحة لأنه كل شيء دخل. اطلع. خلاص مدينا عدي. اوكي مدينا عدي طريقة وحاجة زي كذا. البنت المهبولة طاردني. انا نفس الفكرة. اوكي اوكي خلينا نجري بس. نجري الى متى؟ الى متى وانا على هالحال وهذه قبلني بوجهي؟ يا سلام يعني في وجهك واحد مهبول. واحد مهبول قد وراك طردتك واحدة بنت صاحبة 10 رؤوس. اوكي لازم اضغط اي ورا بعض، لازم اضغط اي بسرعة. بعدين اوكي فقعت عينها يا ولد. انا منك اخليها تقتلني ولا تمحرش فيها ولا اني ازعلها اطعنها ولا اشق عينها بصراحة. اوكي اسوي اختصار بعدين احط فوق. انعاش، لقد انعشتني. لا يكون في مسدس في البيت انا ماني داري، الغالب اذا كان في مسدس كذا يحطوا لك اياه قدام. اوه الله عرفوني. السلام. اوكي رهيب. الحين بديت اخش في الاكشن. اكشن يا دوري. ما له دخل الموضوع، مره ما له دخل. البيت هذا دائما يكون فيه واحد، لازم يكون في البيوت هذه فيه واحد. اوه هي had to have heard me. Better check it out. اعتقد ان انسانة طبيعية. لا لو طبيعية كانت قفلت الباب لطبيعية. وثانيا كانت ايضا سمعت كلامي وقالت نعم خير ايش تبغى؟ ايش بك تناديني؟ شكل الكاتسين ذا محترم. سكين اند بون ايت؟ جوت ايت؟ سكين اند بون. Clean your plate. You gotta eat. Skin and bones. I said eat. كمل أكلك عشان أمك ما تضربك. قاعد تأكله لحم وجلد. والله قاعد تحشيه، شكل الزبالة عنده مليانة عشان كذا. ايش ما بحالها قاتل. ضيعت رصاصة يا هبل، حرام عليك. لا نحتاج الرصاص ذا. بوم هيد شوت. اوكي ضاع مني ثلاثة، صار باقي لي ثلاث رصاصات. ما ادري اذا يحسبها ولا لا، خلينا نشوف. غالبا في الالعاب ما يحسبون اللي ينطلق في الكاتسكينز. نعم غالبا ما تنحسب. اوكي صحيت مرة ثانية. يا سلام. اوكي يلا بسم الله. كم رصاصة كانت عندي؟ اوه والله جبت لها هيد شوت. أربعة يعني انحسبت، اوكي ممتاز. صح الملوخية خذها. يا إيه كذا تكسرها. أما مدينة دق البوري. غلى اللعبة. طلق نار. خلينا نشوف ما دام إنه في طلق نار فمعناه في ثلاثة قد يهاجمونهم. خلينا أشوف كيف ألعب معاهم نينجا ستايل. والله عسكر هذولي. لا والله كثيرين، والله صعب 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 صعب. امشي يا ابو اربع عيون امشي، تحرك. مات. سحب على خويه. والله ما يستحي على وجهه. والله هذا الانسان حقير قسم بالله. خويه دوب مضحي بروحه عشان يساعده، قام سحب عليه الكلب ولا كانه انسان قدامه يساعده كذا. صفوا. نطفي اللمبة. غالبا اذا تمحرشت بهذه اتوقع اني اكبر غلط ممكن اسويه، فخلينا اسحب عليها. هي شافتني، ما في هذه، هي شافتني خلاص. شايف شافتني. لا يا حيوان ابعدي.
عين الثانية ما حد قلت لك تشوفي شكلي كمان ما حد قلت لك تشوفي الله على قافة. اوكي انا اتورط. والله تركوني غريبة، توقعت انهم حيسون وقت طويل امي يطردوني. ها يعني عدم الملابسه شوب بس مسكين توسخت ملابسه والله مرة حس فيه بزيادة. انا جرت بالغلط، انا كنت احسب اللي يجري هو اللي يجلس. والله اجي هو كأنه شافني شوية بس خلاص. يا معتوه يا معتوه، لا تطل ورا لا تطل ورا، لا افقع راسك. والله رجول رجول يبغى له تنظيف. لا ما يهم لانه ميت. اخر شت اما مقفل. فك الباب فك الباب. لو عليا والله انك توهقت. قفل الباب، ارمي عليه الطاوله ذي الكبيره ما ادري المكتبه، خلي الكتب وسطه وخلاص وضعك في السرير. هذاك اخوي اللي مات ما يمديني اخذ الرشاش منه؟ يعني غاب يطلق سلاح. لا تطلق انا اي شايف نفس الموضوع. اوكي كام داون. اها دونت شوت. انا انسان مثلك، هل انت مصاب بالفيروس؟ لا يا اخي. I'm not gonna hurt you. See? الورطة. لا تثق فيه، لا ترمي السلع زي كذا. انا ما اثق بواحد يسحب على اخوي وهو يموت. أوبا. والله دقوا بالكلام. والله سحب عليه، والله سحب عليه، قال هذاك مو خوي، هذاك بس فقط يشتغل في الشركه بس طز فيه يعني يموت المفروض. اي بيقرب من السلع. شوف 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 شو. صح تكنيشن. اي يا ماني راعي السلاح انا. Stop! We're all shoot! عارف إنه ما عنده سالفة خرطي. عندي مسدسين الحين. يا سلام. The soldier would have taken the safety off. والله دقوا بالكلام. يا قال له لو أنت جندي كنت فكت زر الأمان يا نوب. غربان خلعوني. فاس يا سلام. مين ذا؟ يا ولد اهجد يا ولد. اقطع رجوله. اوكي ادعسه. اوكي اخذت المروخيه حقته. هذا ايش عنده هذا؟ هذا عايش. شوف يستهبل يسوي فيه مو انا ميت، انا مالي صلاح، انا ما حسوي لك شيء. فخلينا نجرب نمشي جنبه حينط علي. غريبه ليش ما تبغى؟ انا قايل لك ما انت ميت بس تدلع قاعد. لا تصقع. اوكي نكبت. اوكي لازم ارجع مرة ثانية اعبي دمي. اوكي انا ليش ملم جي. ما ادري ليش محرشت فيه، كان يمديني اعطيه طلقة في الراس واخلص منه. بس اللي فهمته الحين انه الفأس تاخذه ولكن من ضرب واحد يقتل لك العدو اللي قدامك وايضا ينكسر على طول. فهو انكسر بدون ما انتبه عشان قتلت ذاك العدو وانكسر علي وتورط من بعدها. والله معاه فأس. طيب كيف اللي يدنك مره ثانيه؟ ايوه كذا. اوكي خلينا ناخذ الفأس منه. قطع الجهد تقطيع. والله عنده وليمه كويسه. اقعدي بس هات الفأس. ما ابغى العصير حقك، ابغى الفأس. اوكي تمام جبنا الفأس. ايش قاعد يسوي ذا؟ قاعد يتعبد واحد من الميتين؟ هذا شكله حقتل، هذا شكله حقتل. ما مدينا اخش، الظاهر انه مقفل الباب. والله مفتوح. يا لطيف شكله زعيم هذا، تعرف انه الزعم اللي يقول بعدين يتحول الى زعيم وشي زي كذا. قايل لكم
حيتحول بيطلع من فمه شيء. شكله ما حيتحول. لا 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 اسحب كلامي. اي بس حيموت. بس هذا التحول حقه. خلاص مات. ايش بك خايف؟ حيصحى ولا حيسوون بس فيها دراما طويلة ولا ايش بالضبط؟ هذا اللي صحي وهذا الثاني صحي. اوكي عندي 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 سلاح يمديني اقتل من ضربة واحدة، فخلينا اقتل هذا اول واحد. خلاص خلص السلاح. لا 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 استنى استنى لا اثبت. اوكي مات. فين الثاني؟ في واحد ثاني. فين الثاني؟ وين الثاني؟ اوكي شوفه طلع برا بعدين رجع لي. يا سلام هيد شوت. لا 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 يا سلام عليك. الله اكبر. في زومبي ثاني شايفني بس ماني عارف وينه. اوكي وضع سيء يا رجال، وضع سيء. مدينا اجيب رصاص الحين. اوكي خلصنا منهم هذولي في الكنيسة المجانين هذولي مهبل مرضى. في البيت الثاني خلينا نشوف ايش فيه. شغله في كل بيت في قصة، تلاقي واحد يعبد الثاني تأكل ولدها كذا، في فوضى قاعد تصير. فخلينا نشوف لنا المستشفى ايش قاعد يسوون. شكلهم قاعد يطعنون واحد ببر. علاج بعد. يا سلام هلا والله. انا علاج نفسي؟ لا لا استخدمته بالغلط، كنت بس بشوف كم باقي يعني. هل علاجت نفسي ولا لا؟ صرفته. هذه معاها قنبلة في يدها يمدينا افجرها. لا 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 تعالي تعالي يرحم امك اثبتي. يا سمعوني يا سلام. اهم شيء اني قتلتها يا كلاب. مو شايفيني ترى، مو مدارين مو مدارين. ليكون في واحد وراي دي يستنى. الوضع كويس يمدينا امشي على مالي. معاه فاس هذا والله. ما خلص. ايه خلينا اكتب. لا الفاس قوي الفاس قوي. هات تعال تعال. ما هو راضي يثبت. نو ايمو. اوكي انا بتراجع. يا حمار مو كذا اللي يضرب، كذا اللي يضرب. ابله لازم اجلس اعلم فيك. اوه في شيء في شيء في شيء. اوه في رشاش. هذا الجندي اللي قتلوه. بس ثلاث رصاصات. جندي عنده ملابس واشياء حلوه و... والله شافني. تعال هنا يا اهبل. هنا هنا هنا. والله لعبت عليه يا ابله يا غبي. فين في واحد ثاني؟ خليني اجرب مع واحد ثاني شوف يمديني يمديني اضبطه. تعال تعال خلينا امشي كذا بشويش ما يحس فيا. فريز. والله اني فنان. الله يا كولو. دقيقة دقيقة استنى خلينا نشوف لنا الشجرة نلعب حوالينا. تعال تعال دعني وقفوا على طول. يلا تقدر تشوفني؟ ايوه تعال تعال تعال. الحين مو شايفني انا مستخبي. تسخر دي. الله خلاص كذا انا سويت كل شيء في اللعبه. ان شاء الله عجبكم المقطع وكذا نوصل لنهايه المقطع. والمرق هذه شلته مره ثانيه لان ذحين ما وريتكم هي حق ايش، بس هي حق التطوير غالبا انك تطور الشخصيه حقتك. الى الان ما شفنا تطويرات الشخصيه، ممكن يكون فيه ممكن ما يكون فيه. انا ذهنا لحد علمي عالم مفتوح اللعبه حلوه بصراحه. انا استمتعت فيها في خلال الفتره البسيطه اللي قاعد العبها اللي يمكن حوالي 4 ساعات بس الفيديو ظبطته كذا خليته قصير.
اللعبة متوفرة على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. ان شاء الله عجبكم المقطع. اذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم اخوكم عمران هازمي، نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.